كافكا أو المعروف أيضا بالمومي. اليوم سنتكلم بالفعل إن كانت هذه الشخصية تستاهل هذا إذا كنتم تهتمون أصلا، لكن بما أنكم كلكم راح تجيبوا كافكا حبيت أن نتكلم بالفعل إذا كانت هي جيدة للإف تو بي، وما المشكلة اللي ممكن تخليك حتى تندم على أنك جبت كافكا مع أنه صعب، ولكن أعتقد أنه أغلبكم سوف يندم لأنه ما جاب كافكا. فإذا حابب تجيب كافكا بالفعل، موقع 12 الآن في خصومات أسطورية لستار ريل تخليك تشتري حتى أرخص من اللعبة، وإذا استعملت كود الخصم SG سوف تحصل على خصم أكثر يخليك تشتري بسعر أرخص وتحصل على ستيلر جيدز التي تريدها، وأيضا باستعمالك لكود الخصم سوف تدعمني أنا ماديا وتساعد في تطوير القناة. المهم نرجع إلى كافكا. بما أنه أنا أفهمكم جيدا، أنا متأكد أنه نصفكم لا يعرفون ما تفعله كافكا، خليني أعطيكم ما الذي يجعل كافكا شخصية جيدة وكيف تعمل هذه الشخصية، لأنه الآن سوف نرى أكثر شخصية معقدة في ستار ريل منذ بدأت اللعبة. لذلك نبدأ بالسكيل. هذه السكيل هي عبارة عن قدرة تقوم بتريجر للدوتس. ماذا يعني هذا يا مدير؟ هذا يعني إذا عندك شخصية تقوم بدوتس، دوتس هو دامج اوفر تايم أو الدامج مع الوقت. شخصية سامبو، عندنا سيرفال، عندها ذلك، عندنا هيميكو، لوكا، الشخصيات اللي عندها دوتس أغلبها تعمل جيدا مع شخصية كافكا. نحن نعلم أن الدوتس تشتغل عندما يكون هناك تيرن للشخص اللي ضدك. كافكا الآن بسبب هذه القدرة تقوم بتريجر لهذه الدوت بقدرتها وتزيد من دمجها، يعني هذه الدوت يكون عندها دمج أكثر من التي كانت ستقوم به. الباسيف الخاصة بكافكا واضحة وصريحة، كلما يضرب أي شخص بيسك أتاك كافكا ستقوم بفولو أب أتاك تقوم بدامج. شكرا هويوفيرس. بصراحة هذه لا أرى ناس كثيرين يتكلمون عنها، لكن أشوفها من نقاط قوة كافكا، دمج مجاني وتساعد في كسر الدروع. ونعم الآن سوف نرى الكثير من الناس يستعملون البيسك أتاكس فقط لأنهم سيمبس. أما بالنسبة للألتمت فهي أيضا عبارة عن AOE دمج تقوم بشوك للأعداء، أي تصنع دوت، وللشخص الذي هو في حالة شوك سوف تقوم بدمج أكثر عليه. ولكي تقوم بشوك هناك شخصية تقوم بشوك مثل سيرفال واغلب شخصيات، يعني شخصيه اللايتنينج، فاذا الشخص اللي ضدك في حاله الشوك بالفعل كافكا ستقوم باكثر دامج عليه. وماذا سيحصل في التورن الذي بعده؟ اذا استعملت قدره كافكا عليه سوف ياخذ اكثر دامج لانك وضعت عليه دوت، فكافكا عندها سينرجي مع نفسها. ولذلك حبيت اتكلم عن افضل سينرجي مع الشخصيات الاخرى. السينرجي يعني التناغم مع الشخصيات او الكومبوز وافضل الشخصيات اللي ممكن تحطها معها. اذا وضعنا شخصيه كافكا يجب ان نملك شخصية تملك دوتس، وكافكا سوف تجعل هذه الشخصية أقوى، مما يعني أنه أي شخصية في المستقبل سوف تأتي عندها دوتس كافكا سوف تقوم بتقويتها. فيعني إذا أنت الآن من الآن يعني فان بالدوتس وتلعب شخصية مثل سامبو كثيرا، أكيد كافكا سوف تعجبك ولن تخرج من تيمك. لكن إذا نتكلم عن أفضل سينرجيز، أكيد أفضل شخصية مع كافكا هي سيلفر وولف. سيلفر وولف تنقص دفاعات الأعداء، تعطي ويكنس للأعداء، تخليهم ضعفاء اللايتنينج، يعني كل الديبوفس الممكنة، وأيضا السينرجي مع كافكا كبيرة جدا. ولهذا السبب قمت بسكيب لوتشا لأنه كافكا تستاهل هذا الأمر. طبعا إذا كنت راح تجيب بلايد أكيد تفعل العكس، تجيب لوتشا وبلايد بدل سيلفر وكافكا، لكن كافكا وسيلفر وولف يشتغلون بشكل ممتاز. أيضا عندنا سامبو وسيرفال، أيضا شخصية جدا أسطورية معها. فإذا أنت تملك سيلفر وولف حان الوقت لبناء سيرفال، وسوف نرى دامج عظيم. أكيد لا يجب أن ننسى شخصية الفور ستار الجديدة لوكا الذي سوف يكون أيضا عنده سينرجي كبيرة مع شخصية كافكا، وتقريبا الكثير من شخصيات اللايتنينج مثل تينجيون أو بايلو كلهم أشوفهم يشتغلون بشكل جيد، لأن شخصيات الإلكترو كلها تجعل ألتمت كافكا تفعل دامج أكثر. فإذا نتكلم عن الإضافات والأشياء الجيدة التي تعطيها كافكا، نستطيع أن نقول أنها تجعل شخصيات أخرى أقوى كثير وتعطيك الكثير من التيمات الجديدة، مما يجعلها شخصية تبقى لمدة أطول، وقوة الشخصية غالبا لن تنزل مع الوقت إلى أن تأتي شخصية أخرى تقوم بنفس الشيء حرفيا، واللي هو صعب جدا. غير ذلك الشخصية عندها بلاي ستايل مختلف جدا إذا نتكلم عليها، طريقة استعمال قدراتها لكي تستغل دوتس الشخصيات الأخرى، واستغلال النورمال أتاكس بالشخصيات الأخرى للحصول على ضربة فولو أب
فاتك من شخصية كافكا شيء رهيب جدا، وسوف نرى بلاي ستايل جديد في اللعبة بالكامل. غير ذلك وأهم شيء أن كافكا عبارة عن مامي، لكن في الحقيقة هذا أيضا فيه سلبيات. أول سلبية وأهم سلبية أنه كافكا تحتاج إلى أكثر من شخصية معها تقوم ببنائها بالكامل لكي تستطيع الحصول على أفضل تيم ممكن. يعني إذا سوف نقارنها ببليد الذي أتى الآن، بليد تقوم ببنائه ولن يحتاج لأحد، يقوم به لنفسه، يقوم بكل شيء. ومثلا نقارنها بسيلي، إذا قمت ببيلد لسيلي سوف تقوم بدامج، يعني تحتاج إلى هيلر وهذا كل شيء. لا، كافكا سوف تحتاج إلى شخصيات النهيليتي والشخصيات اللي عندها الشوك، وكل هذه الشخصيات أن تكون في أعلى ليفل ممكن، وأيضا عندها دامج جيد لأنه سيكون عندها سكيل من دامج الشخصيات الأخرى. فنوعا ما شخصية كافكا تعتمد على الشخصيات الأخرى. ولكن الخبر الجيد أنه يمكنك أيضا أن تستعمل كافكا كدي بي اس، يعني يمكنك أن تجعلها لا تعتمد على الشخصيات الأخرى وتلعب بها بطريقة أخرى لا تعتمد على دوتس الشخصيات الأخرى، بل الدوتس التي تصنعها كافكا والشوك الذي تقوم به. وهذا سوف يكون شيء جيد وممكن لأن كافكا عندها ملتيبلايرز محترمة جدا وتقوم بدامج جيد غالبا. ولكن لو كنت تريد أن ترى كافكا أوبي جدا، يجب أن تبني الشخصيات الأخرى وتجرب التيمات اللي فيها الكثير من الدوتس. فأنا أشوف أنه تيم كافكا وبايلو وسيرفال وسيلفر وولف غالبا سيكون أفضل تيم بالنسبة للشخصية، وسيكون عبارة عن مونو لايتنينج، لأنه الثلاثة الشخصيات لايتنينج وعندك سيلفر وولف لكي تجعل عندهم إليمنت اللايتنينج لكل شخص ضدك. ولكن من المهم أن تكون سيرفال مبنية جيدا. ولكن أيضا أفكر في أنه بما أن لوكا عنده سينرجي جيدة، فربما نرى مثل تيم سامبو ولوكا، ونرى كيف ستتعامل كافكا مع ذلك. أيضا بما أني ذكرت ذلك، أكيد سوف يكون هناك بلدات كثيرة للشخصية، يعني ستحتاج للتفريم أكثر من المعتاد إلا إذا كنت تريد تيم واحد فقط، يعني إذا كنت تعرف إلى أين أنت تذهب. لكن غالبا سوف تريد أن تجرب لأنه ليس كل شخص يعجبه نفس البلاي ستايل. وربما إذا كنت تملك جينج يوان، لا أعلم كم السينرجي التي ستكون عندهم، لكن لا أراها كبيرة بصراحة. فلا تتوقع أنك سوف تضع كافكا مع جينج يوان وتشوف يعني أفضل سينرجي ممكنة، لا أتوقع ذلك بصراحة. ولكن إذا نعود للشيء الإيجابي، أنه أحد أفضل اللايتكونز لها هي اللايتكون المجانية لسيلفر وولف التي حصلنا عليها، يعني ربما إذا أنت لم تحصل على سيلفر وولف عندك لايتكون حاضرة وجيدة. وأيضا هناك لايتكون لوكا التي موجودة وممكن تحاول تجيبها وليس تكون جيدة لها أيضا، لكن هذه المرة أريد أن أقول أنه لايتكون كافكا جيد. يعني إذا كنت تريد بالفعل أن تحصل على أول 5 ستار لايتكون وتقوم بالسحب عليها، قد أنصحك بالحصول على لايتكون كافكا. أشوف أنه تقريبا أفضل لايتكون جاءت في اللعبة بالنسبة للشخصيات هي لايتكون جينج يوان، تفرق جدا معها بصراحة. كافكا ليست بنفس ذلك الليفل، لكن عندها لايتكون جيدة جدا، وهذا ما سأقوم به أنا. غالبا كافكا إذا فزت بال 50-50، يا رب أفوز بال 50-50. طبعا سوف أفتح كافكا في تويتش، لذلك تعالوا أول ما تنزل كافكا سوف تجدوني في تويتش أتعذب، وأيضا سنقوم بتفتيح البانرات للمتابعين. لذلك إذا كنت تريد أن ترسل لي وفتح لك في كافكا أرسل لي في الإنستغرام. المهم يجب أن تعرفوا أن كافكا قد لا تكون ممتعة للكثير، أعني للكثير، يعني إذا كنت تريد أن تتبع أقوى تيم ممكن وتعتمد كثيرا على اللي هي الدوتس وهذه الأمور، لن تستعمل الكثير من الألتمت وهذه الفلاشي things، لكن سيكون عندك دامج عالي. لكن في المقابل يمكنك أن تلعب كافكا الممتعة التي تقوم بألتمت كثيرة، لكن يعني يكون هناك دامج أقل، تكون هي المين دي بي اس وهذه الأمور وتبنيها على اساس دامج. هذا تقريبا رأيي عن كافكا، هل أنصح بأن تحصل عليها؟ أنا بصراحة ليكون صريح، على الرغم من أني سوف أحصل على كافكا إلا أني سأتمنى أني أحاول أن أصل إلى فوشوانج، ورغم ذلك لا أشوف أني سوف أندم على حصولي على كافكا. وأكيد لن تخرج من التيم لأنه تعرفون السبب.